العدو الآن استعمل كل احتياطاته، ما بقى شيء نور، استعمل كل شيء. إذن فانفاس الأخيرة خصنا نشتبرك، إحنا خصنا نشتبرك. هو وضعه ذاك، هو وضعه الدولي والقاري والجهوي والاقتصادي والسياسي والاجتماعي والعسكري، ظرف حاسم حساس. منين اللي نكزو؟ احنا نكزو ونكزو فعلنا وعملنا وتنظيمنا وندعموا جيشنا، ندعموا جيشنا، ندعموا جيشنا معنويات فم معنويات. هذو اللي موجودين في الميدان ضرق حاقرين ذا اللي قدام، ومعنويات انفسنا معنوياتهم في السماء قطعا. يا غير رجلي ثاني ملي حتى هو يلتو عاون يلتو ساهم. هذا اللي هذا الجهاد فرض عين، فرض عين. ما رافدوا بو عن خو ولا بو عن اخت ولا بو عن ابن، كل شخص عليه هذا الواجب على عاتقه ولا هي يحاسب عليه. قطعا على أنه ياسر من أدائكم، والله أداءكن نظيف نظيف إلى برك نظيف. واصلوا واصلوا واصلوا، لا تنكدوا، لا تتعبوا. رجاجع يجبر من المعوقات قدامه لينكدوه، يا غير ما هو فذل. هذا مصير، هذا مصير ذي الأمة، مصير ذا المجتمع، مصير ذا الشعب، ومصير المنطقة كاملة مرتبطة بأدائنا وبتفقريشنا. الواقع اللي احنا فيه اليوم هو اللي هيقرر مصير منطقة كاملة. إذا نتمناه لكم التوفيق إن شاء الله، ونتمناه لشعبنا. وبالمناسبة بالمناسبة ما يفوتني على أني نحيي رفيقة من رفيقاتنا كاملين تقارع العدو، صنديدة هي أختها وأمها سلطانة، سلطانة خي ونضامن معاها الله يشمخها ويقويها ويعتنها على العدو كون أنها عاتنا عليه لليوم. وهون يعني لا شوي من التأمل باش تحقروا ذا العدو. هذا العدو دولة تقول ما نعرف كم منها من القرن ولا خالق الدعاء ما تقوله عن نفسها، قوتها كاملة مواجهة مرة، قوتها كاملة جيش وجندة وشرطة ومخازنية ومخابرات، ذا كامل متقام. هذه أحقر وذا سوي هذا سوي هذا دولتاش هذه وبلداش ايش طامع في حق. ونحيوا اللي نحيوا بحرارة الأسرى المدنيين في سجون المحتل المغربي، ونحيوا تحية خاصة صادقة خالصة قوية مقاتلي جيش التحرير الشعبي السوري.
وبس وبس من حضور نقول لهم هذه راهي قاعدتكم الخلفية اللي تم دعمتكم ساندتكم ضامنة معاكم والساعة اللي حقتوا عليها رعاكم. شكرا.